السلام عليكم. بعد الثلاثين إذا الطلبة اللي كان بقى ليهم في توجيه أنهم يديروا سواء يدوا في كونفيرمي لو شوا ولا أتوند ميور بروبوزيسيون، إذا داروا هذا الإجراء هادو. وبالنسبة لي ما داروش فهما تقصاو من المنصة ديال التوجيه. إذا بالنسبة هذا مثال ديال الطلبة اللي كان عندهم بروبوزيسيون وداروا لو شوا انهم يختاروا، يعني ايزون اكسبتي مي الى طون ميور بروبوزيسيون. اذا هنايا لو ميساج اللي كاين بالنسبه ليهم، على هذا كان من قبل مي بون اي جوست بوغ ان ريكاب، وني تاخدوا فكره على ان رون، على لي نوت دو فو باش تقارنوا مع ديالكم. اذا هنايا لي فو كانوا يعني خدات بروبوزيسيون 13، يعني اللي تحت من 13 طارو، بقات من 11 ل 12 هما اللي بقاو، على هاد هما لي شوا اللي بقاو. دونك الى هاد لو كونديدا خدا ميور شوا من هادو، راه il va prendre il va être accepté واحد منهم. داكوغ، اذا هذا من جهة. اذا هنا باش تاخدو فكرة ان واحد من هادو الى ظهر، راه اش غادي يبقى؟ غادي يبقى هاد الشعبه اللي ظهرت مع الشعبه اللي واحد حافظ عليها. حيت بالنسبه اللي داروا دوزيام بروبوزيسيون سي تادير ايزون اكسبتي مي الى طون ميور شوا، عندهم هاد لو ميساج هذا في النوتيفيكاسيون ديالهم. ولا هالعمليه اللي داروا، وزافي بروبوزيسيون يعني رجعت بروبوزيسيون، اي وزافي ريبوندو بار جاكسبت لادميسيون بروبوزي مي جو ريست كونديدا ميور شوا. Voilà, meilleure proposition sur l'admission dans les établissements. Voilà, à dire l'établissement, le candidat, mais il a accepté, il a fait cette action d'erreur en partage. C'est-à-dire bien, il dira après ce mafouda, les propositions, il peut toujours aller vers ça, et il a le choix, mais bien, les 12 lignes. الى طلعت شي وحده منهم فهو غاتجي هاد البروبوزيسيون هادي بلوس لوتر بروبوزيسيون اي دوا شوازيغ اونتر لي دو. فوالا، دونك غادي يجي ان ميساج ملي غادي يطلع ليه ميور بروبوزيسيون في هادو، غادي يجيه ميساج واش جاكسبت ولا جو ريفوز. فوالا، الى اكسبتي وحده من هادو راه سي بون، راه دونك لوتر اللي كانت في نوتيفيكاسيون جاز، سي ريفوز راه تبقى له هاديك ديال نوتيفيكاسيون ديالو. إذن voilà, هذا غير جوست بروميير ايفينمون، بروميير رمارك باش في توجيهي، باش نبقاو مع الكلام توجور اون كونتاكت، ونحاول نشرحو ليهم اي شونجمون كتوقع في هاد المنصة. إذن نتمنى لكم حد موفق، وان شاء الله يكون خير من هنا لو كات بوغ فواغ qu'ils ont déposé à obtenir leur bac, et qu'ils n'ont pas déposé leur bac, les étudiants, les leaders, j'accepte définitivement, au Mali, ils vont déposer le bac. Mais le Canada, il ne va pas déposer le bac, après le 7. Après le 7, il a dit proposition dit que ça, il peut finaliser l'inscription d'hier. فوالا، إذا نتمنى أن هذا الفيديو يكون يعني فاتكم شيئا ما، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.